اليوم ولا عنده راي على مسيره اليوم. هذه مهم جدا. وكما تكلمنا على قضيه وهران، اول نعتذروا حقيقه كانت الفيديو غلط ماشي وهران، بصح عندنا هذه فيديو وهران، خلينا نشوف واش صرا في وهران. كانت هذه مظاهرة اليوم والحراك اليوم في وهران، ولو أن نؤكد مرة أخرى إن شاء الله يكون فيديوهات أخرين في حصص المقبلة. وكما قال الأخ محمد من العاصمة، يعني قطعوا الإنترنت وكان فيه صعوبة بزاف، بس المناضلين يحاولوا أن يوصلوا الفيسبوك وشوتوم يعني إلى الجزائريين مناطق في المناطق أخرى. نروحوا إلى سطيف اليوم ثاني، كانت في مسيرة، نشوف وصلها في سطيف. إذا كانت هذه مسألة اليوم في سطيف، نولي ولا مباشر من البويرة مع يحيى سماش. يحيى أخونا سليم، رانا قريب نكملوا المسيرة، عاود ممكن راناك تشوف فيها راهي في الدقائق الأخيرة برك. كيفاش كانت الأعداد سي يحيى؟ الله باش نقول لك العدد بالضبط ما نقدرش نقول لك، ولكن فات 100,000 فوت تفوت 100,000 او اكثر، ما نقدرش نعطيك عدد اكزاكت، ولكن طوفان بشري حقيقي من ولايه البويره. وهو كذلك. شكرا سي يحيى، بارك الله فيك. كانت هذه اخويا سليم، بالرغم من كاين كثير مواطنين اللي ما قدروش يلتحقوا لان الطرقات اللي تدخل الولايه تقريبا شبه مغلقه، ولكن دخلوا اللي دخل الحمد لله، فات بكل سلمية، ما برا مش كاين حتى الاعتقالات اليوم، لا أظن أن ما كانش الاعتقالات اليوم الحمد لله. نشكر هذا الشعب العظيم على السلمية تاعو، أولا على السلمية تاعو وعلى الوحدة تاعو، ويعطيكم الصحة إن شاء الله يا ربي. خلينا نسمع شوية شعارات يا يحيى، خلينا نسمع شوية شعارات. إذا حبيت كاش ما شوفوا كاش تدخل معلش خويا يحيى، لازم نروح نفوتوا نجيبوا الفيديوهات واحد اخرى من مناطق اخرى. شكرا خويا يحيى من بويره، بارك الله فيك على هذه الصور الحيه من تلك المنطقه. ونبقى في بويره، عندنا اتصال من هناك معنا سليمان من بويره.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الزول أخويا سليم. أزف لك سليمان. دولة مدنية ماشي عسكرية تجر عرزات. لك الغار أخويا سليم. كيفاش وين كنت اليوم سليمان؟ كش ما رحت مشيت معهم ولا؟ ما مشيتش أنا على كل حال. كانت عندنا جنازة ما مشيتش. الله يرحم الميت. ولكن ديما معهم ديما مع الحركة. شكرا يا سليمان يعطيك الصحة. دولة سليمان. مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. شريف من العاصمة. شريف. الو. تفضل خويا شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة سليم. الله. مرحبا بك خويا. دولة مدنية ماشي عسكرية. الحراك ما يحبش إلا أمام. إلا أمام. إلا أمام حتى نروحوا كاع. ولكن أقول لك اللي عنده الاتصال مع يد الخارجية من الألوية والعمدة والعقدة والوزراء كلهم مجرمين كلهم منافقين خانوا رسالة الشهداء. أسأل الله العلي القدير أن يأتي عليهم اليوم الذي يتمنوا فيه الموت فلا يجدوا الموت. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم. وعليكم السلام شريف يعطيك الصحة. نبقى في العاصمة ناخذوا بعض الشعارات اليوم كيفاش كانت الشعارات في شوارع العاصمة. كانت هذه بعض الشعارات في العاصمة خاصة ضد طريقة التغطية الإعلامية في الجزائر لهذه الملايين هم في الشوارع ولكن الإعلام يتجاهلهم تماما. هذا رخلا كما شفنا بعض الشعارات من بعض المناضلين. نأخذ بعض المكالمات. سعيد من تيزي وزو. سعيد سعيد أو معنا سعيد سعيد من تيزي وزو. لا ما هوش معنا سعيد. فقدنا سعيد. رب كاميليا من عنابة. كاميليا إذا لا واجدة. كاميليا سلام. تفضل أختي. ألو. تفضل يا كاميليا. حبيت نحكي على الحراك. برك الحراك اليوم في عنابة ناقص ما كانش كيما مالك جاد نشوف فيه يعني في المدن الأخرى قايمين وكلش وهنا ما كان حتى شيء. ما كانش اليوم سيرة سي أختي كاميليا. ألو كاميليا تسمع فيها؟ نسمع فيك. وصل اليوم في عنابة؟ قلت لك اليوم الحراك ناقص في عنابة مش كيما مالو. وعلاه؟ والله ما كان قبل في السمانات الاولى شويه كاين الشعب يعني ويطالب في الحق ويهضر واش كاين واش ما كاينش. اليوم ما كانش صلاح جيد. نشوفوا نستناو اذا كان فيه فيديوهات واحد اخرين على عنابه. شكرا اختي كاميليا من عنابه. عندنا بعض اللقطات من تيزي وزو وصلونا الان. كانت هذه بعض لقطات اللي وصلنا الان من تيزي وزو. علي من درع الميزان في تيزي وزو. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. علي
واش راكم راكم ملاح؟ تحيه لقناه المغاربيه. مرحبا بك خويا. نقول دوله مدنيه ماشي عسكريه. تفضل اخي وصل. فقدنا علي ابو عزام من لندن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله مدنيه ماهيش عسكريه، وان شاء الله الاستمرار في هذه المسيرات ان شاء الله المباركه ان شاء الله لجميع الشعب الجزائري كله باذن الله باذن الرحمن. يا رب يا رب انصر الجزائر يا الله، انصر الجزائر يا الله، انصر الجزائر من العصابه يا الله. مدنيه ماهيش عسكريه، مدنيه ماهيش عسكريه. وتحياتنا كل جميع الاحرار والجزائريين كلهم واينما كانوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو عزام من لندن. احمد من العاصمه. احمد من العاصمه، ربما اذا كان عندنا مباشر من عنابه ما بليش اذا كان فيه فيديو واجد. نروحوا الى عنابه نشوفوا. هذه مباشر من عنابه الان. كان هذه مباشر من عنابة، ربما وشقت الأخت كاميليا من هناك يخالف الواقع. هذه سيول بشرية من عنابة الآن مباشر من عاصمة شرق البلاد. كانت هذه صور مباشرة من عنابة كما قلت. إن شاء الله نولولها وثانية عندنا فيديوهات أخرى من مناطق أخرى إن شاء الله يكونوا واجدين نفوتهم. روحوا إلى تيزي وزو. رشيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سي رشيد. لاباس سليم. والله الحمد لله بلاباس. تفضل. أنا حبيت نتكلم لك على هذه تاع الجنسية اللي دارها النظام. في السابق لما كانت الجزائر مستعمرة، فرنسا أعطت الجنسية الفرنسية فرنسي ميزيلموني الجزائريين درع، ولكن بفضل الرجال وفضل الكفاح وفضل المجاهدين الجزائريين سبوا الأرض مليون من الشهيد واسترجعوا الكرامة والحرية. واليوم هذا النظام الفاشل، هذا النظام الطاغي يحب ينحي الجنسية الجزائرية للجزائريين. وانا نقول لك من هذه المكالمة اللي راني معاك، سقط هذا النظام. سي لا فان دي زايكو. ولو الثورة الجزائرية استمرت 7 سنين ونصف وعطات مليون من الشهيد،
الثوره السلميه بدات في فيفري 2019 وما راحش بعد 7 سنين، وانا الاناليست تاعي النظام هذا ما بقاش والحراك جامي يحبس. والجزائر والجزائريين اللي في الداخل وفي الخارج يدوا الاستقلال تاعهم. شكرا خويا راشد، بارك الله فيك يا سي راشد من تيزوز. نروحوا الى تبسة، عندنا هذه الصور لحقتنا اللي الان يعني من تبسة، هذه الصور الان من تبسة. هذه كما شفنا اعزائي المشاهدين من تبسه، صور لحقونا الان من المنطقه. روحوا ناخذ بعض المكالمات. عبد الغني من البرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عبد الغني نقدر نهضر شويه في القبيليه؟ اهضر كما تحب بيان سور. تبول الكوكايين تبول الكوكايين تبول الكوكايين، هذه ماشي قبيليه، هذه الحراك مازال الحراك مازال سجيلي وديلي غاديلي الكوكايين تيروح تبونا تيروح تمور تتخيل ان شاء الله. جوستار بيا جوستار بيا ندي غير الحركه كي قلق البرج. كيفاش اليوم في البرج كيفاه؟ رغم المضايقات رغم كلش كاين تشتيت كاين مضايقات كاين كلش في البرج، مي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديوغال هذه قيمه كنيه عاصمه الحراك ديوغال لكن كلا عاصمه الحراك وزنيني كاني تبونا ثنا تصروحات تصروحات نعيا زغوت يونامار 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 دو سو سيستام. اوكي شكرا خويا عبد الغني بارك الله فيك. نحاولوا اذا كان يمكن نجيبوا فيديوهات من البرج نفوتوهم قبل ما تخلص الحصه. حسين من العاصمه. السلام عليكم. وعليكم السلام سي حسين. حسين من العاصمه خويا. تفضل خويا حسين. خويا من فضلك حبيت ندير راي هكذا باش الناس نوعيهم شويه ان شاء الله. حنايا العصابه هذه اللي داوهم للحبس وراحوا وكذا وجات عصابه موراهم. دوك العصابه هذه اللي راهي موراهم نورمالمون شافت كيفاش راحوا قدامهم للحبس. نورمالمون ينجموا يديروا التغيير، ينجموا يديروا التغيير دركا. ما دام عندهم شويه وقت قبل ما يروحوا يلحقوا الاولين هذوك اللي داوهم. هذا واش نقول لك يا خويا، هي باينه خويا سالم. شكرا باين اخويا حسين بارك الله فيك. يا عبد الهادي من مارسيليا. السلام عليكم يا اخي سعيد. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم قال لك اللي ما يشكرش الناس ما يشكر الله. هكذا صح. انا نخطب شي تبون نقول بالاحترام اتاشيو بالاحترام شي تبون شي ريحه طيب زيتوني هذا الناس كبار كاع يوسف المهدي. اتقوا الله في الشعب الجزائر، اتقوا الله في دم الشهداء، اتقوا الله في تعذيب المجاهدين. علاش ما توليوش الطريق؟ علاش ما تحكوا للشعب؟ ما تعرفوش تاريخ نتاع 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 الروماني شو كاكوم، ما تعرفوش تاريخ نتاع الايران نتاع الشام، ما تعرفوش التاريخ نتاع العراق صدام، ما تعرفوش تاريخ نتاع ديغول 68 ديغول قالهم سي با مون نرجيف في الديكتاتوريه 76 شنا كيما انتم احشموا احشموا الا راكم تسمعوني ان شاء الله ما تسمعوش الشعب هذا بالك تسمعوني انا بالك عندي الزهر. اتقوا الله اتقوا الله روحوا ما عندكمش طريق واحد اخر وجاي با ان اوتر ايشي ما عندكم حتى واحد وين تخرجوا غير طريق تسلموها للشعب. راكم تشوفوا راكم تشوفوا الشعب قاعد يخرج وما يوليش اللور. الشعب خرج كيما الزوج اللي خرج في لاكاج كي خرج الزوج من لاكاج ما يوليش لاكاج نتاعو. الشعب ما يوليش الشعب ما يتشراش الشعب ما يتباعش ما يسوموش ماهوش هذا ماهوش الشعب نتاع مصر. شكرا اخي العزيز شكرا عبد الهادي. روحوا الى بعض المباشر نواتسوف الان عندنا مباشر من هناك. كم
كانت هذه فيديو من مسيرة منذ قليل ماشي مباشر كما قال الآن الزملاء، هي من واد السوف روحوا إلى أين؟ زهرة من باتنا. السلام عليكم وليدي سليم. عليكم السلام ورحمة الله أختي. واش راك وليدي لاباس؟ والله الحمد لله يما. والله الحمد والشكر. واش راح نقول لك يا وليدي؟ أنا النظام هذا يقول لك اللي كذب علينا مرة قادر يكذب علينا ألف مرة. شبعنا من الكذب نتاعو. حنا بإذن الله تعالى ما حناش حابسين، ولو باتنا راهي محاصرة. ما خرجناش الجمعة اللي فاتت وما خرجناش اليوم. الجمعة الجاية بإذن الله راح بإذن الله نخرجوا وما نيسوش. ونوجه كلمة للشعب الباتني، إياكم وإياكم وإياكم اليأس. ونشكر خاوتنا في البجاية وفي الجزائر العاصمة وفي في في كل مكان اللي خرجوا. حنا الله غالب رانا محاصرين صح صح. واش راح نقول لوليدي؟ ربي ينصرنا إن شاء الله وربي يثبتنا وربي يكفينا شر هذا النظام. هذا ما نقول لوليدي. شكراً. السلام عليكم. شكرا ما زهرة بارك الله فيك. روحوا إلى جيجل الآن، فينا عندنا فيديو من جيجل مسيرة اليوم في الصباح. جيجل. وجملوا فيها غير بالسلمية والنحو ما كروم المرادية. كانت هذه فيديو من جيجل وصلتنا الآن حاليا، وكان فيديو ما أنا إن شاء الله كي يكون وجن فوتوه. ماحي من أبو البواقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يحيى اسمح لي يا أخي يحيى. عفوا. نعم. يحيى تفضل خويا يحيى. كيراك بلاباس خويا؟ لاباس والله الحمد لله أخي العزيز. يا خويا نقول السي عمار تاع أم البواقي من المدينة تاعنا، ولها الأصغر المجاهد اليوم في الجزائر عنده 81 عام. هذا الصغير صاي فوق 81 عام، إلى عنده 80 عام مش مجاهد. الناس المجاهدين اللي طلعوا على 20 عام و 22 عام 24 شو الصغار ذاك المصغر في الجزائر مجاهد، يقول لك أنا مجاهد تقع عنده 80 عام 81 عام. تحت 81 عام ما بقاش مش مجاهد، يكذب عليك. ما كانش. طلعوا يسون لي بليجان يسون يوم 1940. وطلعوا 1955-56 وكان اللي طلعوا 54. ولا 14 عام وداوا لتونس. هذو هما المجاهدين اللي بقاو لنا. يا سي عمار. قضية تاع جنسية. احنا ما خصناش باش نصيح، احنا ماهوش ماسكيننا ماهوش دايسيننا كيما نقولوا. هذوك راهم مالهم باينين. احنا خاطينا، احنا الجزائر هنايا خاطينا، ما كانش اللي نحو لها الجنسيه تاعها ابدا. شكرا اخي العزيز بارك الله فيك. فقط هذه بعض المعلومات، هذه رساله وصلتنا من الجلفه، قال لك نرجو المساعده للاعلام في القناه، حمله اعتقالات واسعه تجري الان في صفوف المواطنين. هذه رسالة جاتنا الآن من الجلفة، من بينهم 4 نساء تم اعتقالهن مع الكثير يعني كثير من المواطنين كانوا يحاولوا باش يمشوا الآن في الجلفة كالعادة، لأن الجلفة حقيقة الأسابيع الماضية كانوا يمشوا. الآن ظهر أن النظام انزعج كثيرا من تلك المسيرات. نأخذ بعض الفيديوهات كما قلنا اللي وصلنا، فيديو وصلنا الآن من عنابة، خلينا نشوفه. Thank you.
الكتابة الآن. ما كانت هذه الفيديوهات وصلنا الآن من بعض النشطاء وبارك الله فيهم، يعني نحتاج الآن مواطنهم عيون عن المغاربية وعيون الإعلام، لازم اللي عنده فيديو يشاركه حتى نوصله لجميع المناطق حتى يشوف أن فيه تعتيم إعلامي كبير من طرف الإعلام الرسمي. علي أو ملكة مسيدي بلعباس. السلام عليكم خويا سليم. وعليكم السلام ورحمة الله أختي. شوف خويا سليم، اليوم قلنا هاشي بلعباس راهم حاصرينها. اها تسمى اليوم كان في اعتقالات ولا كيف؟ لا ما فيهاش اعتقالات، بصح تماك ما داروش، ما خلاوش الناس يخرجوا. ايه ما خلوش. صحيح، خاصة في الغرب كان فيه يعني حضور أمني كبير في كثير من المدن. صحيح، أربي يكون معكم أختي، بارك الله فيك. نتمنى تكون دولة مدنية في عسكرية، يسقط حكم العسكر، تبون مزور تبون العسكر. دولة مدنية ماشي عسكرية. شكرا أختي، روحوا إلى هذه بعض الفيديوهات اللي وصلونا الآن، هذه من العاصمة، شوفوا الأعداد الضخمة تاع المواطنين. كالعادة العاصميين كانوا في الموعد. روحوا الآن إلى أن نأخذ مكالمة من كندا. علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي، حبيت برك ندير تعليق، هذه أول مرة تاعي. نقول الشعب عبر القناة تاعكم يا شعب مكث رهما من غير مظاهرات، لا حبيت يكون عندكم باسبور صح مسؤولية بإمدكم، لازم تسقط هذا النظام، هذا الماطي، هذا اللي راهو يذل بالشعب الجزائري. وذلك حبيت برك نقول الشيء أخي، هذا اللي جيرو حتى اللي جيرو حتى اللي راهو هذا الشعب هذا يا من عنده عن أصابع والجنيه الاخرين وراهم يقولوا احنا نحبوا البلاد. انا بالنسبه لي هذو الناس اللي يجيروا زبلاء، ما كاش منها يحبوا البلاد، ما كاش منها، ما كاش منها. خويا علي شكرا جزيلا اخي، بارك الله فيك. علي من كندا. ناخذ بعض الفيديوهات اللي وصلونا الان، هذه من برج باريس. كملنا على برج باريس. مسيرة برج باريليج اليوم، فيديوهات وصلنا الآن. كانت هذه مسيرة برج باريليج اليوم في جمعتها 107. نروحوا إلى بيجي معنا الأخت نجت. دولة مدنية ومشي عسكرية. دولة مدينة ماشي عسكرية. اها. بحال تبون مزور اللي جابون العسكر. اها. انا جيتهم كتاع سجل لي مارش بو سجل ديف قايد. روح غير روح بابا اقد عندي ربيتي. تورا لي فيديو. لا كي جو بويا ما ديت الباب كنت تعدي الفيديو. ها؟ نتمنى هذا النظام يروح
وندنو دولة الحق والقانون. شكرا أنا وتم عزيزنا بيسك تحضير دارك ميلينا ماش ما كنتش في المسيرة كان عشر أو ثمك في حضر اليوم مسيرة عشر. السلام عليكم. هاكم سلام سي عشر. الله يا أخويا تحيا بجاية ويحيا وماليها ويحيا كل شي نتاعها يحيا. هذه وحدة. ثانيا نهضر على لاسيوناليتي الجنسية. ماليه مع عاشور قبل ما تهضر حكينا على كيفاش كانت اليوم انت من عين توتا رحت باش حضرت المسيرة اليوم في بجاية هكا. لا لا انا رحت البارح انا عندي نسابي ثم رحت هذيك الخطرة الخراطة. ايه. ويامس قررت باللي نروح لبجاية. سمعتني؟ ايه. يالو. ايه ايه اسمع. اسمع فيك. خاطر هنا هنا في عين توتا رانا نسكنوا لبرا في الجبل هنا باتنا ما كانش. الور ديما نروح ساعات نروح الخنشله ساعات نروح لبجايه ساعات نروح لهنا للبوجي للبرج. وهو كذلك عاشور. بس. اها. ها؟ اليوم عجبتني بجايه. ان شاء الله ربي يسهل عليك خويا عاشور بارك الله فيك على هذه المجهودات روحوا مادام هو يتكلم على بجايه شوفوا كيفاش كانت المسيره اليوم في بجايه. إذا أنا كما قال عاشور من كان في عين توتا هو من عين توتا راح باش يشارك اليوم في المسيرة كما شفناهم كالعادة أهل بجاية كانوا في الموعد نروحوا لغليزان حفيظة من هناك أخت حفيظة حفيظة من غليزان مساء الخير خويا مساء الخير في لاما مساء الخير خويا مساء الخير في لاما مرحبا بك حفيظة إن شاء الله خويا يتم الحيرة كما راه دايرينو أها وكما قال لك تبون مزور جربوا العسكر واش كيفاش غليزان على بالي اللي ما مشي خرجوا احنا انا في ودريو ودريو ما خرجوش اليوم اسمع فات خرجوا لا 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 نورمالمون ما خرجوش اها خرجوا نهار اللي الحراك دير اه 22 فيفري خرجوا بالضبط خملوهم كاع خملوهم كارف الحكومه ربي يحفظكم شكرا شكرا اختي حفيظ اها وان شاء الله كما يقول لك ديغاز صبون ديغاز شكرا اختي حفيظة روحينا فرنسا معنا حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سي حسن الشعب راه يفرح راه يخرج انه رموت من وراء الشعب هذا اها اكيد مي il manque une chose maintenant il faut que ça لازم يكون un peu تنظيم لازم ننظموا شويه دعوه باسكو كومون دي الحكومة هذه تخاف ما تشمش يخافوا ما يحشموش هذا دونك سي اون فا فير ان بو نظام ف بارتو ان بو ينظموا شويه رواحتهم اون فا اي فون با تاردي ا بارتير باسكو هادو صاع عليك هذا حق حكم استعماري هذا مام الاستعمار ما داروش هكذا راهم يعذبوا في الغاشي مي با بوسيبل يعذبوا في الجزائريين في الحباس هذا مي سي انكرويابل جو تروف با لي مو والسلام عليكم وعليكم السلام وتحيا الجزائر شكرا خويا حويا حسن فقط هذه المعلومات الثانيه اللي جات لنا من وبعثوا لنا لبعض المناضلين قاموا اعتقالات في كون من البيض ووادي سوف شفنا شويه كانت في مسيره من وادي سوف لكن فيه كان حضور أمني كبير وكان في اعتقالات في صفوف المواطنين في البيض ووادي سوف نأخذ مكالمة من مغنية معنا من هناك علي علي أو بن علي عفوا بن علي من مغنية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لا شوف بغيت نقول الكلمة ما شاء الله تكون زينة كما يقولوا هنا عندنا في مغنية شوف هاد المسؤولين تاعنا إنهم ليسوا لا من أحباب الشيخ بومامة ولا من أحباب الأبيض الشيخ
ولا من احفاد الامير عبد القادر ولا من احفاد المبادئ، فهم من احفاد ماريشال كيتو. حنا نطلبوا منهم يخرجوا يخلونا البلاص، خرجوا لنا هذه البلاد ما تحقوهمش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه ربنا. علي من بوسعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. علي من مباشر. هاك المباشر خويا. حياكم الله خويا وكما العمال المغاربيه. بارك الله فيك. اليوم في بوسعده كان حصار يعني شديد كالعاده صح، وتم اعتقال بعض الاحرار من بوسعده. لكن المشكله انا حبيت نوجهه لشعب بوسعده. اها. نخبط بوسعده اللي يعني جالسين في بيوتهم وما يخرجوش للحراك. يا اخي الحمد لله الحراك سلمي. ما هوش عنفي. صحيح. ما فيه تخريب. ما فيه تكسار. ما فيه سب. وشين المشكلة اللي ما يخرجوش للحراك. ويتركوا مرأة تخرج. ويتركوا أولاد يعني يخرجوا ويعتقلهم. المشكلة أننا هنا في بوسعادة أغلبية الشعب منبطح. حتى من كنا نظن فيما أنهم نخبة انبطحوا. بصح اخويا 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 علي رب على بالك ربما هذا الكلام كبير حتى واش كنا نقولوا على الشعب الجزائري قبل 22 فبراير، لكن في ظروف خاصه يعني لكل حال في بعض المناطق فيه تعتيم فيه تضييق امني فيه واحد يعني التعتيم الاعلامي هذا كياثر بزاف على الناس. ربما هذا ثاني ربما يحتاجوا فقط مساعده من الناس واحد اخرين يعني من النخبه، بس باش نقولوا ان الشعب كله منبطح ربما هذا كلام بعيد شويه على الحقيقه. لكل حال اخويا علي من بوسعده شكرا جزيلا. ناخذ بعض الفيديوهات. هذه فيديو وصلنا الان من جيجل. يا الجزائر يا الجزائر ماشي عسكريه. تحيا الجزائر تحيا الجزائر دوله مدنيه. تحيا الجزائر تحيا الجزائر ماشي عسكريه. تحيا الجزائر تحيا الجزائر عسكريه. هذه خوتنا من جيجل. ناخذ مكالمه من ليون من فرنسا. معنا من هناك ليندا. الو ليندا. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازول واحد ازول لما قلت ما بون بور aujourd'hui le vendredi d'aujourd'hui c'est بون اوني تري كونتون. انا فرحانين بالخروج تاع في العاصمه وفي الجايه وفي كل دابيتود لي ولايه اللي موالفين يخرجوا، ولكن عندنا ملاحظه ماشي ملاحظه سي لا فيغيتي جوست. ميم نتوما المغاربيه ما تحبوش الناس كيقولوا لكم ما يخرجوش من زوطخ ولايه. لي زوطخ ولايه لازم يخرجوا. واش يتكلوا غير على ولايه تاع القبايل ولايه تاع الجي والولايه تاع برج بوعريريج؟ مي نو لازم يخرجوا كاع. ما شفنا في قسنطينه، شفنا في عنابه، شفنا في وهران. يا اخي قسنطينه ما فيهاش 4 عباد ولا 10، فيها ملايين، فيها الوفات. وهران فيها ملايين، فيها 2 ملايين ولا مليون ونص. كمان كيكون حفلات تاع الشطح وردي يخرجوا كاع، والمستقبل تاع البلاد ديجا راح. على بالهم دوكا الجنسيه هذه راهم يقولوا عليها، ما تزيدوش تهضرون عليها باسكو ما عندهم شي نوتر كارت يخرجوها غير هذه اللي بقات لهم. وكما قالت نبيله اسماعيل سمعوا الناس اللي عرفوا القوانين، هذه ما عندها حتى معنى. ما يقدروا ينحوا لا جنسيه لا يزيدوا باسكو علاش خرجوا الدعايه هذه؟ ماشي دعايه لا كارت هذه، باسكو الحل راح يجي من الجاليه الجزائريه اللي راهي في الخارج سورتو تاع فرنسا. راح يجي يا الشعب الجزائري، الحل راح يجي من الخارج. الحل يجي من الجزائريين اختي ليندا. على كل حال من خارج المباراة المهم راح يكون الحل ان شاء الله بين ايدي الجزائريين. شكرا ليندا من ليون. ولي ولا جيجل، هذا فيديو ثاني وصلنا من هناك. كانت هذه فيديو من جيجل. نروحوا الى كندا الان، خلينا نسمعوا راي مولود.
مولود. الو. تفضل خويا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بونجور تو الموند، زلف اللون. زلف لك يا مولود. أنا نقول النصيحة بليك يلزم نواصلوا هكذا بالسلمية حتى يتحرر الشعب الجزائري. نقول دولة مدنية ماشي عسكرية. ونوجه جو في دوني ان كونساي هذوك العسكر يسموه ان بي ارمي ناسيونال بوبولير. انا جو بونس لحقنا لو ديرني سبرين وين لي كادر هذوك لي زوتر زوفيسي كي سون انتيغر دو مونتري فريمون كي سون انتيغر كي سون افيك لو بوبل. C'est-à-dire, on est arrivé à un point où c'est pas vrai. Soit tu es avec le peuple, soit tu es avec la SABA. C'est pareil. Il y a les familles hadouk, les hadouhoum, des enfants ou là, des filles sous la casquette, c'est des policiers ou là, c'est des gendarmes ou là, peu importe. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. الشعب خرج باش يحرركم هما تاني سي تو كي في بلوس سيت ديكتاتور سيت اكسيون دونك il est temps qu'il se positionne et qu'il voit comme quoi c'est l'avenir تاع البلاد هذيك سي لو بوبل السلميه دوله مدنيه في صالح المجتمع في صالح الدوله في صالح الجزائر لكي نمشي في مسيرة شهدائنا الذين حرروا هذه البلاد ماشي نخليوها في أيدي هذه العصابة اللي يحبوا يدونا للواد رانا كاع شايفين دونك صحيح كاع كل واحد يدير ان اكزامان دو كونسيونس تاعو اللي سو بوزيسيون يكون راجل ويكون امراه من اجل تحرير الجزائر من اجل ان تكون دوله مدنيه ماشي عسكريه. شكرا خويا مولود بارك الله فيك. فقط هذه بعض المعلومات اللي وصلونا الان من بوسعاده كما سمعنا الاخ علي بوسعاده كان في تضييق واعتقالات. من بين الذين اعتقلوا اليوم في بوسعاده المحاميه صالحه شكير عائدة مرض دخلت معنا هي عضو في هيئه الدفاع المعتقلي الراي كما قلت كما يقول هذا الخبر انه تم اعتقالها في مسيره السلميه اليوم في بوسعادة. سعيد من باتنا رابح من تيسم سلت. السلام عليكم الأخ سليم. وعليكم السلام ورحمة الله سي رابح. كيف حالك لاباس سليمة؟ لاباس والله الحمد لله أخي العزيز. تفضل كيفاش كانت يوم تيسم سلت؟ احنا راه قوة القطع هنا يا كاع في الشوارع ما خلاتهمش والشعب هنا على بالك النظام راه طايق لنا الفيل ويخصنا وتخصنا فيل للفيل. الناس تبون يا تبون يا وزيدنا فيلة للفيل باش الفيلة تولف الفيل والفاهم يفهم الحديث قياس سمعت ويا اللي راك تهضر على الجنسية يا واللي الجزائر في اسم باباه ولا في اسمه يا وين حل الجنسية للأبطال الجنسية الجزائر للجميع للجزائريين وما يحق حتى الواحد باش ينحل الجنسيه للجزائري. هذه هي الدنيا دايره كيما هكا اخويا. ماذا؟ ويحيى الحراك ويحيى الاحرار داخل وخارج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله خويا ربع. شكرا. محمد من وهران. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم نعم اخي حاب نشارك ان شاء الله معكم. هكا المباشره اخي تفضل. يا اخي رانا مع الحراك ورانا مع السلميه وراي عندي واحد الو. تفضل اخي. تفضل اخي العزيز محمد تفضل. واني اسمع فيكم. قلت لك يا اخي راني انا هذا انني مع مدنيه ماشي عسكريه وراني مع هذا الجيش اللي راه حاقرنا. انا نعرف الجيش يكون برا يكون مع العدو ما يحقر الشعب اعزل. رانا نعانوا يا اخي. تفضل خويا محمد. للاسف نعم انا معلش اسمع لك محمد تسمع فيا الان محمد لو تبعد شويه على التليفون على التلفزيون وتريح مع التليفون محمد
معليش راح محمد سكان خويا محمد على كل حال روح الى المانيا معنا من ربح او محمد من المانيا. السلام عليكم خويا سليم. وعليكم السلام ورحمه الله. شوف لك يا محمد واش راكم خويا لاباس؟ والله الحمد لله سوالف الاول يا خويا. دوله مدنيه ماشي عسكريه، هذه لا بريمير دي شوز. لا دوزيام دي شوز نحب نوجه رساله للجزائريين والنظام الجزائري، نقول له بلي اقتربت نهايه النظام. دوله مدنيه ماشي عسكريه. تظاهر المسيرات فعل يضمنه الدستور، ونحن لا نخالف الدستور، بالعكس هم من يستفزون الحراكيين لزرع البلبله لغرض في انفسهم. نقول حاجه للزغماطي هذا وزير العدل، نقول له انت راك واهم كبير، راك واهم وارتكبت خطا كبير 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 بزاف، ونطلب منك باش تسامح الجزائريين. وحنا كمقيمين وجزائريين في الخارج، حنايا ما نسكنوش في الجزائر، الجزائر تسكن فينا، هذه لازم يعرفها هو. حنا الجزائر هي تسكن فينا، ما نسكنوش في الجزائر. ونقول له باللي فوالا لازم يطلب السماح من الاحرار، وهذه هي. وتحيه للجزائر. وكاينه حاجه ثانيه كنعرفش نقولها له، وان كان ولا بد سحب الجنسيه من الجزائريين، خلك لماك هو ينحوا لهم هذ الناس اللي ينتقدوا الدوله. راه ما عندكم عصابه في الحبس، روحوا نحوا لهم من باب الاولى، نحوا لهم الجنسيه. وهو كذلك. شكرا اخويا محمد بارك الله فيك. روحوا الى وهران، هذه فيديو ثاني وصلنا اليوم، خلينا نشوفوا. إذن كانت هذه فيديو جانا من وهران في إطار مسيرة الجمعة 107 من الحراك السلمي الشعبي. وصلنا نهاية هذا الجزء من هذه التغطية، التغطية مازال مستمرة على قناة المغاربية كما قالوا المشاهدين المتصلين وكما يقوله الجزائريون يوميا، مدنية ماشي عسكرية. شكرا. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر. سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر، خاطيه التكسار تحيا الجزائر والرب. الشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار. مرفوع الراس وشامخ الصدر، علمه مربوطة في الظهر، في يده شعار. المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر، حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواشي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا الحضرة، إشارة والباطل ما عليه نور، الباطل ما عليه نور.
يا العاملين فينا زكارة لا حليتهم يذكر لا حليتهم يذكر الدنيا راهي دوارة اليوم صحى الجمهور اليوم صحى الجمهور ألف مليار سيدي ألف مليار سيدي ألف مليار تبني لك طرقان في البحر وانت يا فرحان بالحفر في طريق السيار الفاتورة بالزور طايرة يا نمر سيدي يو نمار سيدي يو نمار 20 عام عرت البشر السرقة والغش والغدر وهبوط الدينار السياحة بقات الخرا وشراكة سطر يا سيدي وشراكة سطر سيدي وشراكة سطر خلا فقريعات الخمر وشوية دقلات والتمر والباقي تعصار من فروة أرضنا الطاهرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وهوش على مد البصر من كل الأعمار الشرطة خاوتنا حضرة بالجهارة نكشف قاع المستور نكشف قاع المستور صفر بابوركم قارة بيكم في وسط البحور بيكم في وسط البحور جاكم شعب الحضارة يلي خربتو الدستور يلي خربتو بالرغم انهم غلقوا منافذ الدخول الى البوره بالرغم هذا وصل الشعب للقرى والمدشر والبلديات كامل دخلوا الولايه البوره رغم على تضييقات لا ناسيوناليتي ريسترا توجور اون الجيريا اون با دي جويف اون با دي ايترانجي اون الجيريا دوريجين اون ليستوار بروب هادي جمن في الدم 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 في ال
فيضان فيضان بشري لولاية البويرة، فيضان بشري حقيقي لولاية البويرة دائما. لولا مدنية ما تعرفش. تنمير تنمير صحيت. صحيتو صحيتو تنمير 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 تنمير. شوف فيضان بشري حقيقي من ولايه البويره، نحييو هذا الشعب العظيم اللي خرج بقوه للرد على جميع الندوه ولا كما نقولوا التجمع تاع مع الصحافه تاعهم، والرد على اللي قال نحيو الجنسيه لخاوتنا الجاليه في الخارج. هذا ماشي من حق اي واحد ينحي له الجنسيه، هذا مرفوض. صحيت يا هاني تمام تنمير. لا هذه هي الشعب راه يطالب هذه الشعارات كاينين. اللي يستحق تنحى له الجنسيه تنحى لهم العصابه هذو اللي تنحى الجنسيه. نحيوا الشعب صحيتو صحيتو صحيتو. الزول الزول الزول. تنمير سبا بيان امك سليم تري بيان ها باش انتر من كلمة الحرف فهو أمن. سلمية سلمية تجور سلمية سفارس سلمية غاسة سلمية غاسة سلمية كانت ديك سفارس مبتدين سلاح النايا اخوان سلمية شيل تاع صدام شيل تاع مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. هنا فيني وانا سخسر سلمية سلمية صحيتو 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 يحيى. راه كوني معنا اللي سخسر مومون صغور سميتي كان ماشي صغورنا ماشي مومون مومون كي باسيفيك. دونك صار سي سيلفيا نس. أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة. أزم الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونقله إلى ألمانيا من أجل التنقل. هزوا العلامات ثورة الإمارات هزوا العلامات ثورة الإمارات هزوا العلامات.
ما شافوهاش دي فرص عيد واحنا الصيرو ما عندناش
مس مس كون مثي كون وي وذاك غادي توالي لوانا يا رمضان يكشد ماون لا معليش عسلم ونا زول في الاول سلام ربي دام قران في الاول دام ستيليم اكايد ولا ما هي الجمعه 307 في قواد سواطا سي تقسن مدن ني دي فرنسي فردان الجزائر مره اما ذي الشرق اما ذي الغرب اما ذي المسته اما ذي الجزائر ثم الناط ولا دي الجزائريين ام يون افدفد ساكي وكنا دينين مدنيه ماشي عسكريه كنا سنين ما ستبون تبون مزور جابوها العسكر ايوا كنا سنين توفيق تو يا توفيق قولوا التوفيق شحال مليحه ديارس ايوا كنا سنين ايوا قاضي تجفد تمثلت الجنسيه يظلين على ناسيونالتي الجيريان ما تخوفوناش بالجنسيه احنا ربتنا الوطنيه ايوا كنا دينين جزائر حره ديمقراطيه ايوا كنا دينين حنا ولاد العمير واش مارشال يرولاش ايوا كنا دينين الماده 7 الماده 8 ايوا كنا دينين كلين فغال الجزائر ثمينوث الجزائر زرفان الجزائر تللي الجزائر تللي وين الجزائر اندا زكاينس هذا يلهوس وطاس هذا يحلو اطاس كني قال لي مثلنا اي شاويا هي سي الجزائر ثمنا غار سكيكدا غار مستغنم غار جيجل غار برج باريريج غار سطيف غار وهران أرجيا أرتيزي وزو البيرة يكتم ذني نجي أن داتم ذني نجي أن دادي فغ وجدود أساقي ذي عين البيضاء ذا غني تولي غذي سكيك دا أتصن تمذنين أن داي جزيرين فغند إثكال تنظن ما تشي إثكال ثامن زوثا كن الدنياغي وكنا دي سمكتين أذا فو يجي يا مصفطري وقلان دي الحكومة شحال ويجي وكنا دي سمكتين وقا ذي قلان دي تقشفش الحكومة أشحال نسنين يجي يبضل دلواني وكنا صروح مكا قدنا نولا يساقي ما جيناش لكن نحتفلو جينا باش طرحلو إيه أدنى لدي ستاندار يكونوي وكنا دسي ولي وكنا دسك مارين ون عرف سي خلي وين دي لنا ساكي امشي استوالي جوستمون يكون دا دي فوق دو الجزائري اساكي ايثيكل تسمية وسبعة إوا كنا دي سميكتي أذفو أفلا ونروح ينس أنا راح نوالي لي فيديو هاكيا كود عبد الله شطوح نتمثلين ودنو غالي نفذو ستاندار يذون الجمعة السابعة بعد المئة مباشرة من شارع سلاح حسين الجمعة السابعة بعد المئة موافقة لرحيل حسن بن خدة أول شهيد في الحراك رحمه الله سنو أنا هنا أهلا بك أهلا بس صباح ماشي العسكري
حيت صحيت خلاص مليح. الشعب تحرر هو اللي قرر، دوله مدنيه ماشي عسكريه. هكا قد يناوي ذوذ هكذا قالها الشعب. نفذو سي تيزي وزول ايدنا محمد. محمد زول فلاك على سلامه. زول الحسين الزول مرحبا سي. هكذا يعني كاين دوله مدنيه ماشي عسكريه. اه هكذا وغا تفرهم واش غالي. اه اه نسلاياش ناس مغربيه الزول السيد هكذا وغا تفرهم أقدر أتفرو. معليش معليش تفضل. إيه بعد شتو حفلاتي لي بعد شتو حفلاتي لي أقدر أتفرو. أسير الزين ألو المغربية ألو ومحن ألو محمد الخوا وقعد يدي سوالين بعد شتو حفله تلفزيون باسكو اللي كوني من بعد غد سلمارين كوني اي دونك بعد شتو حفله تلفزيون توجور نقراو داك دائما اللي يعيط لي بعد شويه على التلفاز باش احنا نسمعوه وهو يسمع ثاني ما يسمعش روحو ابخي يظل يقول الو الو الو. معنا سليمان من العاصمه. سليمان مرحبا بك. سليمان راح سليمان. زهرة زهرة مرحبا بك زهرة. الو الو وي بونجور بونجور سافا فوز الي بيان تري بيان اي فو ميم. دولة عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية. زهرة ولا عسكرية خلات علينا. لا لا بعيد الشر بعيد الشر. دولة مدنية ماشي عسكرية. جو فودغي انترفينيا بارابور على لو ديشي دو لا ناسيوناليتي مي لي فريمون اي سون فريمون غراف. Vraiment grave. Ils nous ont fermé les vols. Ils veulent nous déchirer de la nationalité. On est des Algériens. Et on supporte notre peuple, notre frère en Algérie, notre terre en Algérie, jusqu'au bout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. On n'abandonnera jamais. On n'abandonnera jamais, Goula. On est un peuple soudé. Vous faites ce que vous voulez. Goula, je veux dire que l'Algérie, ou dire ce que je dis. فرانشمون قول لها انتم عندكم 100 جنسيه راه ما عندكم 100 جنسيه. قول لها الجنسيه الجزائريه راكم تعطوها للحراكه ولا بالحراكه. قول لها الجنسيه الجزائريه راك تعطيها لجيرار دارما. ولد حركي حركي ولد حركي. قول لها فوني با اونت فوني افي با اونت يا الخوانا يا الخوانا يا اوني جوسكو بو اوني ان بوبل سودي ونشاركوا خوتنا وخواتاتنا في الجزائر جوسكو بو وفيف لالجيري وتحيا الجزائر والحراك والقناه المغربيه والجزائر بشعبها بكل شيء لها. سي تو خويا سي تو سكون ا دير. ميرسي ميرسي زهرة يعطيك الصحة. سكو جو فولي دير فرونشمون بور لا ديشي دو لا ناسيوناليتي سي اون اونت. وي ميرسي يعطيك الصحة فرنسا. زهرة أو الشعب رجع له اليوم ورايح يرجع له أيضا من فرنسا نهار الأحد كما كانوا معنا ضيوف البارح قالوا بلي يوم الأحد أيضا تكون يكون الرد من ساحة ريبوبليك. ولكن اليوم شفنا الجزائريين كيفاش كانوا الشعارات في قضية الجنسية أيضا قالوا لهم ما تخوفوناش بالجنسية احنا تربينا بالوطنية. معنا لطفي. لطفي مرحبا بك. أنا يا أخوانا. ألو نعم مرحبا تفضل. السلام عليكم. تعبالي كوبي ويتري يا خويا. ما نكوبي وش تفضل يا خويا. نحيو جميع الأحرار في الجزائر وحبيت نقول كلمة للدولة هادية لو كان عندهم ذرة تاع كرامة برك. والشعب هذا مدة عامين هو يخرج روح أخطونا. معليش نحن الجنسية تاع روح أخطونا برك. بعدونا كرهنا منكم يا نامار. خلاص قلوبنا راهم مدودين يا اخي من هذه الدوله هذوما من هذه العباد هذوما من هذا النظام
اللي القديم وعاود جدد روحه. يا معمار منكم وربي ان شاء الله ينصر هذا الشعب هدايا وتقوم دوله مدنيه ماشي عسكريه. هذا واش نقدر نقول لخويا. بارك الله فيكم. وفيك بركه. اعطيك صحه لطفي. شكون معنا شباب؟ الو. نعم الاخضر من بيتنا. الاخضر مرحبا بك. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل الاخضر. ايها النخبه الجزائريه المنشطه باعمالها وتحريضها وتشجيعها لابناء الوطن سواء في الداخل او الخارج من هكذا شخصيات من المحامون والنشطاء السياسيون وغيرهم من الفتن الماكرون ضد ابناء الامه الجزائريه كلهم، وهمهم الوحيد هو تحقيق مرادهم على حساب ابناء الجزائر ولو بهلاكهم وهلاك وطنهم. من متى هؤلاء يولون اهميه للحقوق ومستحقيها؟ وهل سبق ان دافع واحد منهم لحساب مواطن بسيط ولو من باب الانسانيه؟ ولم يفعل اي كان منهم بهكذا عمل الا اذا تعلق الامر بزميل له في المهنه ولهم نفس الهدف اذا ما تم اعتقاله بسبب هكذا الجرم ضد الوطن والوطنيه. واما فلا يحرك ساكنا الا في باب الفتنه والتضليل لابناء الامه المغرر بهم، وللدوله والعداله الجزائريه ان تشرد هؤلاء من المحرضون على هكذا اعمال من الجنسيه مهما كان محرضيهم ومشجعيهم على مداومه هكذا اعمال. اخي. نعم. نعم. شكرا الاخضر. نروح لتبسه معنا غلا. مرحبا بك اخي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربي يوفق الشعب الجزائري ان شاء الله يا اخوي. امين. هي كلمه ما نقدرش نحللها لك هكا في التليفون. بصح خباياها وخفاياها اعظم مما تتصور. أعظم مما تتصور. في خيانة عظمى للدولة الجزائرية والشعب بأسره. راك معايا؟ نعم راني نسمعك تفضل. راهي في خفايا فيها الموساد، فيها الإمارات، فيها حتى ترامب، وفيها ونعطيك حتى الدليل على ذلك. بايدن دخل اول ما عنده يعني مشاكل عظمى في امريكا نقز ديريكت على الملك تاع السعوديه. وهذه هي الخبايا اللي قاعده تغطي فيها الدوله ومش حابه تلحق للشعب. وبالمناسبه انا اب الحراك الجزائري. نعم. اذا ربي يوفقنا ان شاء الله سيدي، وربي ديما يخلي الجزائر حيه بشعبها. وربي يهنينا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا غلا. شكرا يعطيك الصحة على المشاركة. شكون معنا شباب؟ سعيد من العاصمة. سعيد مرحبا بك سعيد. سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا دولة مدنية ماشي عسكرية. ماناش حابسين. النضال ثم النضال. كيفاش كانت العاصمة اليوم سعيد؟ خويا طوفان بابلوها طوفان. نعم شفنا الفيديوهات يعني اللي جاوا الشعب خلاص كره حياته سي بون. سورتو لي جانا هذوما المتاغر خلاص كرهنا. لازم نخرجوا ولازم ما نحبسوش ولازم هذه ماشي غير الجمعه لازم نزيدوا نديروا السبت ولا الحد. ما بقاو نخرجوا حتى نسقطوا هذه العصابه مخابرات الارهابيه. كيفاش كانوا الشعارات جوستومون سعيد؟ يا خويا وشنو الشعارات؟ الشعارات انا حابين حنايا تسقط هذه العصابه تسقط ونديروا حنا عباد من الشعب. نعم هذا ما كان خويا وربي يجيب ساعة الخير. هذا ما كان. يعطيك الصحة. صحيت صحيت الور لي زيماج قلت تولي مثورة ماشي تيزي وزون البويرة مي اون فاكوريجي ان شاء الله. استنى تسقي من تيزي زوز لا 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 فيديو نص وحدس توفيرت سمحت انا يعني في ليرو راكي تكنيك معليش ساغيف. صوفيان سير بريدة مرحبا بك صوفيان. السلام عليكم خويا سالم. وعليكم السلام مرحبا بك. شوف انا نبدا الحديث تاعي ان شاء الله نتمنى تعطيني كامل وقتي. نعم انا نبدا الحديث تاعي بالايه تاع الله عز وجل يقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
ايفيكتيفمون حنا الدوله كانت تتميزي على هذه كورونا اون اني ولا بلي راح تقتل الحراك وتقتل الفكره تاع الحراك ولا تاع الشعب الجزائري في النضال جوسكوبو الى اخر كما يقول لك راما. ولكن العكس تماما، حنا الحراك دا اون بوز، الناس استرجعت الانفاس والحمد لله عدنا بقوه وراحش نحبسوا ان شاء الله بربي، راحين نبقاو كما يقول لك مسلمين ونتظاهروا. نعم. جسكو راحين النظام، باسكو هادو ما تقدرش تقول عليهم نظام، هادو حركه وخوانه بقايا فرنسا، سي توتا في نورمال. حنا رانا مستعمرين بالوكاله، هذه حاجه باينه من اتفاقيات ايفياد يعني اللي قالوها لنا بكري، هذه كاين بزاف ناس ما على بالهمش. حنا رانا مستعمرين بالوكاله ورانا حابين الاستقلال وربقاو النافو سلمية حتى ندو الاستقلال تاعنا ان شاء الله بربي. وفيما يخص الجنسيه سي توتا في نورمال، هما عندهم دي كارت شاك فوا يجبدوا اون كارت، مي سي توتا في نورمال يديروا ينحوا الجنسيه ولا ينحوا ما يعرف واش ولا ينحونا الوطنيه ولا يضربونا بالاعلام ولا يقولوا لنا غوشي دروات. حنا لهذا لوبجيكتيف تاعنا نحوهم، هما يديروا واش يحبوا وحنا نديروا واش نحبوا، سي 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 توتا في نورمال. حنا رانا في معركه ان شاء الله بربي نكسبوها وندوها بالسلميه تاعنا ويروح النظام هذا الفاشل. اسمح لي اخويا سليم ما تقاطعنيش، هذا نظام فاشل. شكرا سفيان، ما قطعناكش، وقتك خلاص يا اخي، راك تشوف الكرونو. نعم سفيان، نروحوا نشوفوا فريد من باريس. فريد مرحبا بك يا فريد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا بغيت نرد برك زغماتي. نعم. نقولوا برك تزير لي طاب باباك الا خلاك باباك لاست، لارجلي مكتوب على اسمك. حنا ولاد فاطمه السمر، حنا عندنا اصل، حنا ماشي انت اللي تجي تورينا حنا جزائري ما راناش جزائريين، وبناتك وولادك يماك راهم يداووا هنا في فرنسا ساكنين هنا، انت تنحي الجنسيه الجزائريين يا واحد الحركيه. والله حنا نجيو على كاع، والله نحيوك، شحال نزيدو لك بانجو. اسمعوا شفوا المغربيه، انا قلت لكم يزيد 20 يوم يروح. والسلام عليكم. سلام، يعطيك الصحة. ثاني مرتي مدري ضيدنا. فوزيا من فرنسا، فوزيا مرحبا بك. فوزيا. وي. نعم تفضلي. حابة نقول مدنية ماشي عسكرية. نعم. وحابة نقول تاني تبون قال راني على هذوك تاع اللي نعتهم بالناس الصامتين اللي ما راهمش يخرجوا اللي ما راهمش قال راهم معايا. نعم. احنا رانا صامتين مي ما راناش معاه، كاين اللي كل واحد وظروفه، كاين ناس صامتين مي رانا مع الحراك 100%، هذه حبيت نقولها له. والسلام عليكم والله ينصر الحراك. شكرا يعطيك الصحة. نروحوا لحسين سي صح؟ حسين من البرج مرحبا بك حسين. حسين. الو. الو تفضل حسين مرحبا بك. يا خويا ربي يعيشكم بهذا القابل ان شاء الله. راهي اللي راهي ترجع من الروح تاعنا في غير وقتها. شكرا. كيفاش كانت البرج اليوم يا حسين؟ اولا راني بعيد من البرج، راني في واحد البشره برك، بصح راني نتبع الاحداث كما لازم الحال. نعم. ونقول لك يا خويا دوله مدنيه ماشي عسكريه، وان شاء الله ننتصروا بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله يكون فيها انتصار. ان شاء الله. ونقول هذوك الاحزاب اللي راهم يتحاوروا مع السلطه، اذا عندهم يعني شجاعه ينزلوا للحراك، يقولوا كما راهم يقولوا احنا مع الحراك، ينزلوا للحراك نشوفوا واش يديروا مع الحراك. الو. نعم حسين. يا خويا واش نقول لك، حنا ان شاء الله الانتصار راه جاي، اذا ماشي غدوه غير غدوه، اذا ماشي السمانه الجايه الشهر الجاي، حنا علينا الصبر والوحده والتضامن بين الشعب. اذا الشعب اذا يتوحد، اذا ما توحد الشعب ما يدير والو. صح يا اخي هكذا. نعم يا اخي. وانتم ثاني نقول لك واحد الحاجه، وربي ان شاء الله ينصركم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله القناه المغربيه تكون في عبر التراب الوطني في 48 ولايه، تكون عندنا مغربيه وتجيب لها اسم واحد اخر، تجيب لها اسم يعني تستاهلها في الجزائر ان شاء الله، بربي ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه.
وسلم على قاعد ومساكم وربح لكم شاء الله ونصر شيء عن قريب شاء الله بربي شاء الله إن شاء الله. شكرا حسين يعطيك الصحة. نروح لتيزي وزو معنا فضيلة. فضيلة مرحبا بك الزول. مسيو والله أرشك كنت شمام دوك خامنا النار شمام دو شمام دولا ونا النار صحتك ونعوز ربي شمام دي خامنا النار شمام دولا ونا النار ها شوك الوخي إخي سجمنا أنا يتعرى النار سجمام تامور النار فهما صحيح أعطيك الصحة. نكون يا عقلا نكون نوفيق لا لا شن تكيمة شيء الناس اسمه لا مارشة كيمة شيء قوس الجماعة إلى قل قوس الوية بس نجينيا أكن الناس مصفار إلى قل خدمنا قريب ما نسونا ما بيكون مرسيجن ما أنت متفر سيلات ما بغى مسيلات كيف مسيلات ولا نمس في الدل دلنا يجي نعيش بزاف نعيا عيا لي جنة خلاص خلاص بزاف بزاف لا نو نايا 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 قلق دي مغار نايا دي جن مساكت عيان أتروح الحرة جايين دي فرنسورو في ناري من مساكت أتعاشن تلميذي الجان كتعاشن دينا أحب سنة لا روبرو لاش حمسة نزابيو لاش ورخمني الشاب خبنا لي من سن خمني أنا إيش ثلان سن سكوغر طولة فغانا أكسن طولة فغانا أكسن الكوغر أشقان في المهمة شنين الجزائريين أنا تلحوب لي شيء إلا قاف النحروس إلا قاف النحروس ما كان أقوس الجماع ما مو السنوية أحبسني خدامة نبغى لقنتونا والحواجة لنش الحواجة تظهر تمور في النار أتظهر لي جنة أتخذ من لي جنة أتصق من لي جنة غد نجمع الورا والنار ذي غريفين أروان الحيف أتكسنا الناس نكسنا ماما الكواغ نسد ورسانا للضربة تكشي منها تمور تنزل ها؟ تمور تاكير إذا نحكم واكي خي حكمان واكي إذا حكم بوب بريض إخي حكمان لا بوب بريض إخي حكمان ونزال سيتكن الجنسة كي خي حكمان ماشي دار السنة تمور تنغي خي حكمان تنمير سيدو سانوي قاد هكير تنمير ثنا فضيلة أعطيك الصحة حود واحد ونوف في اللمادة يسوز في ربيه العمري إن شاء الله أولي أمتك ساستمن تعطيك الصحة يميد ليضا يذنا سالحق نفضل يجدوا ذنائك الناس هنا تشنت نوشن نقصش في الدهوز ذقفر ذقزقوا ذقذورا ذقزراون ينقي من الجنة رواح نسندنا أساقية ديوضي وانا شيني شيني أكسالك واضح تلفر الجزائري ذلي عجف ذنجي رندون يدي وضن يعني أتحزن الناس وشرارة قمني جن سفاق قرقز نقذرا شكون معنا شباب ربح سيماريكان ربح مرحبا بك ربح السلام عليكم خويا حسين وحي الله قناة المغاربية وتسقط قنوات الجزائر هذوك قنوات حشا اللي من يسمع قنوات الزيغو وهذا زغماتي هذا كي تكون تزاير تاع باباه ولا ملكو ومن بعد يقول نحي لاخو الجزائريين هادو هما اللي لازم خاطرش هادو خوانا وسراقين لصوص هو والجنرالات هادوك الحركه هادوك اللي لازم تتنحى منهم الجنسيه هادوك هما ماشي الناس الاحرار اللي راهم يخرجوا في الاخر في البرا وكاين مساكن اللي الشرطه تقمع فيهم من ومن وهادو هما اللي لازم يتنحى منهم ونزيد نقول لك يا اخي انا عندي المغاربيه هنايا هادي تاع برا هاد امريكا وفرنسا وكاع هادو هما على هاد العصابه ما خرجت هما اللي راهم يكفروا فيهم هما راهم يحموا فيهم هما هذا انا خطرت يحبسوني الاخر المغاربيه ونروح الاب باش نداونلود الاب تاع المغاربيه والله ما نلقاها ما كاش خويا ما كاش منحيينها والانترنت ينحوها لي ما يخلونيش نفير نبعث للناس نبعث المغاربيه كي نبعث لهم الاخر للناس هادو عصابه هادو تاني عصابه هادو عصابه تتحمي في العصابه هذه هي هادو ما شام يديروا هذا هو ما لازم نهضروا لازم كاع يهضروا الناس لازم كاع يهضروا هادو ما كاش ما نقعدوا سخلوها تحمر تحتنا وبعد تكلاطي علينا حنايا هادو وفرنسا وكاع الاخر هادو تاع اوروبا
هو ما راه ميواسو. واليوكوك هذه اليوكوك تاع الفسدي هذه هي اللي راه يدير في المشاكل والفيسبوك وكاع. شكرا ربح يعطيك الصحة ربح خلص وقتك. شكرا يعطيك الصحة. معنا مروان من بليدة، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل خويا مروان. خويا لازم حبيت نقول لك شوف، فيف المغاربيه ومدنيه ماشي عسكريه على كل حد. بصح كاينه حاجه، هادو باش يتنحاو لازم كل يوم. نعم نعم، لازم كل يوم كل يوم كل يوم يتنحاو يتنحاو، كي يخرجوا كل يوم ينحيوهم. بصح تاع جمعه ثلاثه اربعه كل يوم تتنحاو تروح. نعم، وبربي بربي قدرنا عليهم ونحوهم. واحد يا اخو قال لكم يخلف باب واسمه يخلف، قال لكم يتنحاو كاع. نعم، وان شاء الله ربي يجيب ساعتي خير خويا العزيز. وهذا ما كان من مدنيه ماشي عسكريه. يعطيك الصحة مروان، تنميرتي مدلي يدنا. معنا نور الدين من فرنسا، ولا محمد ما عرفتش شكون الأول. محمد، محمد راح معنا نور الدين من فرنسا. مرحبا بك نور الدين. السلام عليكم سليم. اهلا. مدنيه ماشي عسكريه اخويا. صحيت لكم بان وصلوا الميساج تاعنا، نشوفوا الرجاله في البلاد كيفاش راهم ينوضوا كيفاش راهم يدمونديو بحقهم يا اخو. صافي بليزير تشوفوا هذو الناس اللي كما يقولوا سامحين في ولادهم سامحين في عائلتهم باش يخرجوا كل يوم وباش يسيوا كيفاش يحبوا ينحوا هذا النظام كما يقولوا الفاسد اللي راه كما يقولوا تحتلهم تحتل الشعب. يعني ناس كما يقول الحق حتى وين يقول لهم نحول لكم الجنسيه لخاوتكم. يعني هذا ما يحتمش الرجاله بكري كما يقولوا حركوا من عندنا وتليهم من حولهم الجنسيه. هذا هذا الجنس كما يقولوا الموسخ اللي تحب ينحو الجنسيه للرجاله سيادتهم مش عايشين بسيادتهم طامعين منهم ولا سنتيم ولا سكنه ولا كما يقولوا حاجه يسحقوها من هذا البلاد الشعب من الدوله هذه الفاسده لم ياكلوا في حق الشعوب تاعهم وراهم يحوسوا نحو الجنسيه لخوتهم. يعني ويتعداوا على شعبهم والله ما يحشم. ربي ان شاء الله يا ربي كما يقول ينصر الحق. هذا والله ما يطول والله ما يطول. راهم ثلاثه هذا واش بقى لهم هذا واش بقى لهم. راهم يتناو بالعقل بالعقل اللي يحكوا الجنسيه وبالعقل اللي يحكوا حتى اللي فوطوا عليهم حتى البو صبع ويزيد يخمم. ثم هذو راهم الحبيب كما يقولوا ديال الوقيه قهروا البلاد معولين عليها على خدها. والله ما يطول راهم ثلاثه راهم ثاب ما بقى فيهم والو. راهم غير يقولوا تيسوا فيها مع الشعب راهم يديروا في كل شيء تاعهم هذوك للشعب. ما نساو كاع لي فرونتي نساو كاع لي صافي تاع برا نساو كل شيء. راهم ناس غير يحقروا غير في خاوت يحقروا مازالوا. شكرا نور الدين يعطيك الصحه. شكرا. نروحوا نشوفوا جيجل نشوفوا سطيف. عندنا ولايات مازال ما شفتهم ما شفناهمش توا ما نواصل. نكملوا فيها غير بالسلمية ونحو ماكروم المرادية. هذا وصل الشعب للقرى والمدشر والبلديات كامل دخلوا الولاية البويرة رغم على تضييقات. نعود من بعد نشوفوا وهران اللي ما زادوا اليوم ثاني يعني عنفوهم وقمعوهم ما خلوهمش يمشي يعني بلوكاو عليهم لي زاكسي. دونك نعاودوا نشوفوا الفيديو. معنا محمد من فرنسا. محمد مرحبا بك. السلام عليكم سي الحسين. السلام ورحمه الله. السلام على القناه المغاربيه والحراك الجزائري. جنسيات جنسيه والحكومه غير شرعيه هذو هما الشعارات.
أولا نطالب بحقوق الإنسان، أهم شيء رسالتي للحراك والشعب الجزائري بحقوق الإنسان وأفراد السجناء، نعاونوا عائلات السجناء المفقودين المخطوفين كل السجناء أفراد السجناء. هذه هي فائدة الحراك، استمرار الحراك الآن اللي خصته حاجة يتبع الحراك، الحل في يد الحراك. أين ما صار في الجزائر الفقر والماء المعيشة؟ خصنا نطالب بالحقوق الإنسان، الحرية، الاستقلال، هذه هي شعاراتنا الشعب الجزائري في كل الولايات. هذه هي اليوم شفنا الوحدة الوطنية الجزائرية، عندما تكون الوحدة الشعبية الوطنية لاحق لنا الديمقراطية. يخصنا السلام على كل الولايات الجزائر اللي محاصرة، لازم كيفاش نخمو تتفتح كل الحراك في القطر الجزائري داخل البلاد وخارج البلاد، سلمية سلمية والحكومة غير شرعية. شكرا. نعم صحيت محمد، يعطيك الصحة. معنا جمال من البرج. جمال مرحبا بك جمال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حسين تحياتنا، واش راكم اخويا لاباس؟ اهلا مرحبا بك. عايشك خويا، الله يعيشك. سلامي لجميع الاحرار والابطال الصحفيين نتاع المغاربيه، قناه الحره. نعم هذه كما يقولوها كونتر على قناه العار، قناه العار وخاصه العموميه منها. اردت ان اقول على هذه العصابه، هادو ازلام لي بيون دو لا فرونس، ولا وانا للجنسيه. اروح تشوف اخويا، اروح تشوف وين عندنا. سي لا ميديوكريتي، سي لا ميديوكريتي لانكومبيتونس كيرين دون 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 نوتر تون. الور ان مينيستر دو لا جيستيس يل اوز بريزونتي ان بروجي دو لوا بور ديستيتوي لي الجيريان دو لور ناسيوناليتي. والله غير هذه جديده، هذه قسم من عظم يدم الشهداء، قسم من عظم يدم الشهداء. لن يذهب سدى. وأوجه نداء للشعب الجزائري، أنتم ترون بأعينكم ماذا يفعلون هذه العصابات، هذه لحوز اللي رايح حطتهم فرنسا في لي سيرفيس سكري فرنسي. ولا بروف لا بروف لا ريكونيسونس نتاع ماكرون بقتل علي بومنجل. بومنجل كاين ارتباط بور كالمي لو بيبل الجيريان. اتونسيون يا جماعه، الجيريا اللي تون دونجي، اللي تون دونجي. اتونسيون. شكرا جمال، يعطيك الصحة. شكرا جمال على حرصك هذا. وبما أنه جمال هضرنا على حقوق الإنسان، اليوم المحافظة السامية للدفاع عن حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة زادت أعطت إنذار خطير بالأحمر للجزائر فيما يخص حقوق الإنسان والتجاوزات اللي راهي صارية في هذا المجال في حقوق الإنسان في الجزائر، وعلى السجناء والمعتقلين، وخاصة على التعذيب اللي راه صاري ضد المعتقلين والاعتداءات الجنسية. يعني كلموها بصريح العبارة اليوم، لو رابور تقدروا تقراوها، ربما نوليو لها في الحصص الجاية إن شاء الله. أكنيت سميك تاغيها في زرفان بوبلان دي ثمورة الجزائر ساقي ثاخشوش لونوغ لاندا كي دي ثموران برا دي جنيف ناند أماكن إزرفان بوبلان دي الجزائر توتوشان توحودان أطاس أطاس قلنا نتعدي في إزرفان بوبلان دي ثمورة الجزائر ساقي جنس نسيطوح ثم زوغين نسن إي وذا فواقين الجزائر جستمو. كمال من العاصمة، مرحبا بك كمال. كمال حسين كان. ألو. نعم تفضل. يعني انا حبيت جو انترفينير سور لا كيسيون هادي تاع الاخر تاع لا ديشيونس دو لا ناسيوناليتي دي جون كي ستروف على لترونجي. نعم انا جو كروا اون طونك سيتويان، يعني ندير انا حنا رانا رهانا هنايا في الجزائر، رانا شغل. ألو. نعم قلت لك رانا رهانا هنايا في الجزائر، رانا شغل داخل حب يعني بدون حقوق
يطلبوا واجبات وما يطلبوا وما nous accorde pas de droit. Yani on n'a aucun droit à exercer dans ce pays. Et il se donne le privilège et le luxe d'enlever la nationalité à ceux qui ne peuvent pas contrôler, ceux qui se trouvent à l'étranger, que je considère et je rends hommage personnellement, car c'est des gens, c'est des communautés qui se trouvent à l'étranger. منهم انت يعني شخصيا وزملاء تاعك يعني سي دي جون سي لا كريم دو دي زونيفرسيتي الجيريان اي دي زيكول انستيتو الجيريان اي سي تروف بلي اي سون بارتي بار دي غو دو من هذا البوفوار هذا واليوم الشعب ولا شفت في الفيديوهات الشعب لا روندو لا ريبونس تبون اي لا دي que le pouvoir, c'est le peuple, ce n'est pas avoir le Allô? Mourad, non, Mourad, c'est à 9, Kamel Yizim. Mourad, la salama. Mourad? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, tfaddal. Mohamed bin Annaba. Mohamed, tfaddal, Mohamed. Qu'est-ce que tu as, Khoya Hassin? Labas, wa alaik. الله يجزيكم كل خير إن شاء الله ربي ينجيكم من كل مكروه يا ولدي أجمعين إن شاء الله اللي يسميهم عصابة حكام عصابة هذوما أو هناك زهايمر زلزلة الأرض تحت أقدامها من الحراك ساعة يقولوا إرهاب عاودوا لاسير تاع كاب سجني ساعة يقولوا هذا دحدوح درك ولاو للجنسية الجزائريين كامل في كامل الوطن معروفين بالدم نتاعهم حتى بلاك وقت الجزائري معروف بالدم نتاعو في الجزائر حتى بلاك وقت هما اللي راهم ان دين ايدنتيري سانز اوكين ناسيوناليتي بربي وبربي بحول الله وبحول الله هالصعاب الجيعانين هذوما نزيد نكرر زلزلة الارض تحت اقدامهم بحول الله راهو النصر على القريب السلام عليكم. وعليكم السلام. أعطيك الصحة. نروحوا نشوفوا جيت مدن ولي شطو احنا تمذينين بعض الولايات جاتنا أظن مستغانم. شوفوا مستغانم برج بارريج ربما ثم نواصل. ونشوفوا عنابة إذا إلى وجدة. الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية عنابة رغم الحصار الشديد في ساحة الثورة الحمد لله استطاع الأبطال الخروج وتحدي الخوف والإرهاب الممارس على الشعب انا الرز ولا نشنو كقيد سلام دي تيزي وزون ان شاء الله نصرز اول نشنو ثورا يفدل الحال عندنا زهيره من فرنسا زهيره زول فلام العسلامه مرحبا بك.
السلام عليكم عزوز فلاون ولا فلاون ما نعرف لاش كيف 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 مرحبا بك يا زول عايش كيف سلمك تحية ليكم تحية للعمال تاع المغاربية كلكم مبروك نهاركم مبروك جمعة إن شاء الله مباركة عليكم إن شاء الله أجمعين شوف أخي على 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 زرواطي زرواطي ولا زرواطي زرواطي نقولوا له زرواطي زرط قاعد يزروط منه من الخلعه قاعدين يزروطوا قاعد يزروط في عمره في روحه الجلسيه واحد ما ينحيها لنا يا خويا حسين الجلسيه احنا جذور الجزائر احنا ولاد الجزائر دم الجزائر احنا دمها واحنا عروقها احنا يا كل شيء ليها كل احنا ناسها وناس الجزائر وهذو الحراكيين تبارك الله فيهم وما شاء الله ومبروك عليهم ومبروك عليهم النصر ان شاء الله عند قريب ان شاء الله يفرحوا ويفرحوا وتولي ليهم الجزائر تولي بين يديهم ان شاء الله عند قريب يا ربي يا ربي ان شاء الله فرحهم يا ربي ان شاء الله وحل بيبان الخير وسكر بيبان الشر على الجزائريين وعلى كل امه الاسلاميه شوف خويا الحسين واحد ما ينحينا الجنسيه الجزائريه ما يقدروش ما انتردي ما كانش في لوا وهما اللي نحيوا لهم الجنسيه الجزائريه ويخرجوا من الجزائر هما اللي ما همش جزائريين حرين احنا جزائريين حرين وعمال المغاربيه جنسيتهم جزائريه وحرين وعندهم عندكم الحق تهضروا على كل شيء عندكم الحق تنعتوا لنا كل شيء وشوف نقول لك يا هذاك اللي قال الدسره دسرتنا احنا الجزائر كامله دسره لينا وحنا كلمه الدسره يا الحسين عندها قيمه كبيره عندها قطعه من الذهب احنا الماليه كانوا يتكلموا يقولوا الدسره ما يقولوش الدوار يقولوا الدسره كلمه الدسره نظيفه وشريفه شكرا زهره اعطيك الصحه برافو عليك يا حد واحد انه فلام شكرا شكرا الف شكر وإذا كاين أحرار في الجزائر لأنه كاين حرائر ولدوا هذا الرجال معنا غنية من محمدية غنية مرحبا بك مستو خير خير العسلامة دولة مدنية ماشي عسكرية والحمد لله الحمد لله اللي ولا الحراك لو 22 فيفريي الحمد لله اللي ولا الحراك لو 22 فيفري وان شاء الله ينتصر الشعب وان شاء الله نكملوا في المسيرات وان شاء الله نلحقوا الفيكتوار مدام غانية واش تقولي للجزائريين اللي ما كاينين بالك ما خرجوش اليوم كاينين اللي يقولوا استناو شويه كاينين واش نقول لهم بالك مشغولين بالك ما يقدروش يخرجوا بالك ماشي ما يحبوش يخرجوا يحبوا يخرجوا الناس نعم ديري لهم الكوراج شويه كان يقولوا استناو شويه بالك ثاني اكوز دو كوفيد اكوز دو كوفيد يحبوا يخرجوا شكرا مدام غنية أعطيك الصحة شكرا كنت معنا من العام